خلاص يا أليس، احنا أحرار. القرار اللي بالتأكيد هيحدد مستقبلنا، مستقبل شعبنا. أنا عارف إنكم غضبانين وإنكم عاوزين تحاربوا، لكن صدقوني إن العنف مش هو الحل. إحنا لازم نقول لهم طلبنا لتحقيق العدالة. لو جواهم أي إنسانية هيسمعونا، ولو ما كانش هيجوا أندرويد غيرنا وهيوصلوا الحرب. جاهزين تبقوا معايا؟ كونر موديل 313-248. عميل 54 مستوى 31. تم التعرف على الصوت. أذن لك بالدخول. العميل 54 المستوى ناقص 49. تم التعرف على الصوت. أذن لك بالدخول. آخر أتوبيس هيطلع بعد 20 دقيقة، إحنا ما عندناش وقت، لازم نتحرك بسرعة. انتي كويسة؟ انا بردانة بجد. هتبقي احسن دلوقتي. شكرا. يلا خلينا نمشي. لا أرجوك ما تأذنيش. اخلصوا على ركبك.
هنعمل ايه؟ لازم نكمل لو عاوزين نلحق الاوتوبيس. خليكي جنبي، هنتسحب من غير ما حد يحس بينا. هننجح يا أليس، اوعدك. ما تقتليش، ما عملتش اي حاجه. قلت لك اخرس، لسه فاضل كتير، عاملين زي الفراق. منين ما تودعنيك تلاقيهم؟ خايف لما نضطر نبات هنا. انا حاسس اني بتكلم في عساكر في كل حته، لازم نخلي بالنا. يلا اتحرك على جوه بسرعه. ما نقدرش نساعده، العساكر في كل حتة. ما ينفعش نسيبه كده، دول هيقتلوه. اوكي يلا. يا صديقي الكلام ده غلط، انا انسان، انا عايز ارجع بيتي، مراتي مستنياني، وكنا عندنا اوامر بتفقد جميع المؤمنين. لا لا ارجوك. كارا ليه تخاطري عشان تنقذيني؟ فين أليس؟ مستخبية قريب. كارا انت انقذتينا، مش قادرين نعبر عن شكرنا. اتحرك قبل ما يشوفوك. أليس لوثر، افتكرت انك مت. خفت ما اشوفكيش تاني، كنت عاوز اشوفك في المحطة بس مسكوني في الطريق. يلا قربنا بس ما عندناش وقت. دي نقطة تفتيش، معانا باسبورات بس ما حدش ضامن الظروف. هناخد المنعطف ونتجنب المخاطرة. ما عندناش وقت، هيفوتنا الأوتوبيس. بس ده أمن أكتر. مش البشر اللي بيشيلوا سلاح، بيخلوني متوتر. خليك هادي، ماشي يا لوثر؟ ما تعملش حاجة لحد ما أقولك. البضاعة لو سمحتي. مدركين إن هناك حظر تجول، غير مسموح للمدنيين بالخروج إلا للضرورة القصوى. أنت رايحة فين؟ بنتي اصلها كانت بايته في بيت صديقه، ورحت اجيبها وفي طريقنا للبيت.
هو شاكك في حاجة. خليك هادي، كل حاجة تمام. انت كويسة يا حبيبتي؟ دي بترتعش، في حاجة حصلت؟ هي عيانة، برد شديد، عاوزين نوصل البيت. اسف يا انسه، بس لازم ناخد بالنا، في متغيرين في المكان ورجالتنا متحفزين. بعد اذنك ارجع البيت. شكرا. ايه ثانيه واحده، هو عارف يا كارا هيقتلونا. ما تعملش اي حاجه يا لوثر، انت فاهم؟ هيضربوا بالنار، هيقتلوا أليس. ده وقع منك. شكرا. العفو. معاكم في بث مباشر من ديترويت، حيث يحتشد الالاف من الاندرويد في انحاء المدينه دلوقتي. وقائد المتغيرين المدعو ماركس يقود المسيره. في حاجة بتحصل في ديترويت يا سيادة الرئيس. احنا هنا في لحظة الحقيقة. استسلم فورا وإلا هضربك بالنار. احنا مش عايزين مواجهة، احنا بنتظاهر بسلام. بكرر، استسلموا فورا والا هنضربكم بالنار. مفيش تراجع دلوقتي. بنطالب بتحرير كل الاندرويد المحجوزين في المعسكرات وانهاء كل الاعتداءات علينا. احنا مسالمين ومش هنلجأ ابدا للعنف، بس مش هنمشي لحد ما يتحرر شعبنا. هتفتحوا النار على متظاهرين مش مسلحين؟ ايوه يا مايكل، احنا على مسافه اقل من 100 متر وفي احداث بتحصل.
هنبلغكم بآخر المستجدات. جوز دوغلاس القناة 16. مايكل رجعت لك. ماركس هنعمل ايه؟ هنصمت لأطول وقت ممكن. خرد انت، خليك مكانك يا كونر وانا هسيبه. اسف يا كونر، المعفن ده شبهك بالظبط. محطة الاوتوبيس وصلنا يا أليس، نجحنا. حافلة متجهة نحو الحدود اتملت لركاب حامل التذاكر فقط. المغادرة ممنوعة نهائيا حتى إشعار آخر. مفيش تذاكر، مش هيسمحونا نركب. احنا كده هنقف، هنعمل ايه؟ متهيألي أوليفر معجب بيكي. ولا حركة. هي بنتي؟ ايوه زي القمر. انتهينا، جبت الاكل وكلمت مامتك. يلا نتحرك علشان الاوتوبيس. انت ذاكر معاكي صح؟ ايوه في شنطتي. تمام يلا نمشي. تفتيش امني ولا حركه. شكرا. أسفة. يا ربي أنا أسفة جدا، كنت فاكرة. أنا مش قادرة أصدق، أنا مش عارفة. مش ممكن يكونوا ضاعوا. دورتي في شنطتك كويس؟ كانوا في شنطتي أكيد. شكرا. الظرف وقع. مش ممكن. لو سمحتي، ما شفتيش هنا أي ظرف أزرق قدامك؟ في تذاكر الأوتوبيس بتاعتنا. ولا يهمك. لا أسفة. هنعمل إيه؟ ما نقدرش نقعد هنا، عايزين مكان أمان عشان أوليفر. أنا أسفة جدا يا حبيبي، مش عارفة إيه اللي حصل. كانوا هنا في شنطتي. أنا ولا حركة. بنتي، انتي انتي خطفتي بنتي. تود يا امن، تعالوا هنا. انك تسلمنا مش هيحل حاجة، وانت عارف كده. انت عندك مشاكلك واحنا ملناش علاقة بيها. انت كنت هتموتها، واللي عملته اني حمتها. لما مراتك مشيت أخدت بنتك معاها، ما قدرتش تعيش من غيرها، فقررت تشتري لنفسك أندرويد عشان يبقى بديل عن بنتك. كنت فاكر نفسك هتحبها وإنها هتخليك تنسى، لكن مفيش حاجة تاخد مكان بنتك.
كنت عاوز أثبت لنفسي إني أب صالح وإن هي غلطانة، بس بوظت كل حاجة. طلع كان عندها حق، ما كنتش أستاهلهم. بنتي وحشتني، بنتي ما تعرفيش قد إيه وحشاني. في مشكلة يا أستاذ؟ لا، بعترف أنا غلط، آسف. بالتوفيق. معاكي تذكرة؟ أيوة أهم. تمام، اتفضلي. هو إيه اللي هيحصل للعيلة دي وطفلها؟ هما هيموتوا بسببنا؟ لا لا، أكيد لا. لازم نخلص من الحاجز، يلا ساعدوني. ساعدوني. تمام، ده كويس. أنا عارف إن ده قرار ما كانش سهل إنك تاخده، بس واثق إننا بنعمل الصح.
كتير من شعبنا. ما تهزتش المشاعر لحظة للي ماتوا من المعارضين. لقينا اللي انت طلبته يا ماركس. في صحفيين هناك، لازم نعرفهم كل اللي بيحصل. أنا ما عنديش حاجة أقولها، حرر شعبي وبعدين نتكلم. جيت علشان أتفاوض، مش ده طلبك؟ أنا اديتك إجابتي. عاوز تلعب كده؟ ماشي. البشر على وشك انهم يهجموا علينا، واحنا لازم نوريهم اننا مش خايفين. ولو هنموت النهاردة لازم نموت احرار. حياة صاحبك متوقفة عليك، ده الوقت علشان تحدد الحاجة الاهم، هو ولا الثورة؟ ما تسمعش كلامه، كل الكلام اللي بيقوله ده كذب. لو استسلمت أضمن إزاي ما تموتوش؟ أنا بعمل كل حاجة ضرورية علشان أكمل مهمتي بنجاح، وإن قتل بشري يبقى من الحاجات دي هو قرارك أنت. أنا كنت زيك بالظبط، كنت فاكر إن مهمتي أهم، لكن في يوم قدرت إني أفهم. حركة حلوة قوي يا كونر، بس أنا مش متحول، أنا آلة تصممت لتحقيق هدف معين، وده بالظبط اللي أنا هعمله. كفاية كلام، جه الوقت علشان تقرر أنت مين. هتختار تنقذ حياة شريكك ولا هتضحي بيه ببساطة؟ ماشي ماشي، تكسب. شكرا يا هانك، مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك. اتخلص منه، ما عندناش وقت نضيعه. انا يا هانك كونر الحقيقي. واحد منك هو شريكي، والتاني مجرد حقير مزيف. السؤال مين فيكم؟ انت بتعمل ايه يا هانك؟ انا كونر الحقيقي، اديني المسدس وانا ما تتحركش. اسأل كده سؤال، سؤال ما يعرفوش غير كونر الحقيقي. تقابلنا فين أول مرة؟ بار جيمي، دورت في 4 بارات تانيين قبل ما وصلك. احنا رحنا مسرح الجريمة، واسم الضحية يبقى كارلوس أورتيز. هو حمل ذاكرتي،
كلبي اسمه ايه؟ سومو. الكلب اسمه سومو. اعرف ده برضو. انا ابني اسمه ايه؟ كول. اسمه كول. كان تم 6 سنين ساعة الحادثة. ما كانتش غلطتك يا فندم. عربية نقلت زحلقت على التلج وعربيتك اتقلبت. ابنك كان محتاج عملية بسرعة بس ما كانش فيه بشري ساعتها. ساعتها اللي عمل العملية اندرويد. بس كل مات. علشان كده بتكرهنا. انت معتبر موت ابنك كان بسبب واحد مننا. كول مات لان الجراح البشري كان مغيب جدا وما كانش يقدر يعمل العملية. هو ده اللي حرمني من ابني. هو والعالم الخيالي بتاعه اللي محدش فيه بيلاقي الراحة من غير المخدرات. كل مرة مت فيها ورجعت كنت بفتكر كول. وقد ايه كان نفسي اقدر ارجعه. كان ممكن اضحي باي حاجة واحضنه تاني. بس البشر مش بيرجعوا. انا عرفت موضوع ابنك. لو مكانك كنت هقول نفس الكلام. ما تسمعهوش يا هانك. ده انا اللي تعلمت كتير من يوم ما قابلتك يا كونر. تمال في حكمة وردة. ممكن تكون حي فعلا. ممكن تكون انت اللي هتخلي الدنيا دي احسن. اعمل اللي لازم تعمله. هو ايه اللي بيحصل؟ امن الحدود. كل الركاب تسيب الاوتوبيس. ارجوكم اتحركوا. من هنا لو سمحتم. بيكشفوا على درجة الحرارة. اتكشفنا. هنعمل ايه يا كارا؟ ما تقلقيش يا أليس، هنبقى بخير. ما ينفعش نهرب يا كارا، احنا عارفين ده. هفكر في حل. اكيد في طريقة نخرج بيها. مش هيوقفونا. قربنا نهرب. المهم دلوقتي هو انتي وأليس. انا هنقذك يا كارا. لا هنلاقي حل تاني. لو ما فيش طريقة تانية هتصرف.
جاري؟ خاطرتي بحياتك عشان تنقذينه. لو احتجتيني انت او البنت هتلاقيني. انتي رايحة فين انتي؟ بنتي محتاجة تروح الحمام. انك بخير. شفنا الغارة في التلفزيون. كنت مرعوبة جدا، افتكرتكم اتقتلتم. الحمد لله انك بخير. اديتيني عنوان اخوك. تفتكري انا؟ ده اكيد هيكون مبسوط باستقبالكم معانا. هتبقي في امان معاه. انت هتسيبي ديترويت؟ دول بيدوروا على الاندرويد في كل مكان. احنا لازم نهرب قبل ما حد يلاقينا. طيب والباقيين؟ هما دلوقتي بيعبروا النهر. انا وادم هنقابلهم الناحيه التانيه. روز، لو حصل اي حاجه هكون هناك يا كارا. مفهمتش ليه امي كانت عايزه تساعدكم يا شباب، بس لما بشوف اللي ماركس بيعمله بفهم ان كان عندها حق. انتوا عايشين، تستحقوا الحريه. انا بس نفسي الناس تفهم ده في المستقبل.
اللي بعده. البطاقة. هي كويسة؟ ايه انت؟ يا نهار ابيض، الحاجات دي مختلة تماما. ايه؟ مفيش داعي للخوف يا حبيبتي. مفيش اندرويد هنا على الحدود. اهلا بكم في كندا. نأسف لقطع النشرة لنقل لكم آخر الأخبار من ديترويت مباشرة. جاس؟ أيوة يا مايكل، أنا شايف الجيش بيهجم على الحاجز دلوقتي، مع إن المتغيرين كانوا بيتظاهروا بسلمية. تقرر على ما يبدو أنه هينهي مظاهرات واحتجاجات المتحولين بالقوة هذه المرة. أمرهم بالتراجع. فجر اليوم 11 نوفمبر 2038، الآلاف من الأندرويد غزوا مدينتنا الحبيبة. واستناداً لمصادرنا، الأندرويد خرجوا من مستودع سايبر لايف اللي المتحولين قاموا باختراقه من مدة. ونظراً لعددهم الكبير والخطر وجود ضحايا، أمرت الجيش بالتراجع محافظة مني على الأرواح. وإحنا دلوقتي بنخلي المدينة من كل السكان اللي موجودين فيها، وخلال ساعات هقوم باجتماع بمجلس الشيوخ علشان نحدد ردنا على الوضع ده ونلاقي حل ليه.
أنا عارفة إن الرأي العام متأثر جداً بقضية المتحولين، وأفتكر إن جه الوقت اللي لازم نحط فيه احتمالية إن الأندرويد نوع جديد تماماً من الذكاء المستقل. شيء واحد مؤكد، إن الأحداث في مدينتنا غيرت العالم للأبد. يبارككم الرب ويبارك الولايات المتحدة الأمريكية. نجحت يا ماركس. نجحنا. النهاردة يوم رائع لشعبنا. البشر ما فيش قدامهم اختيار، لازم يسمعونا. عاوزينك تكلمهم يا ماركس. النهارده شعبنا نهض بعد ظلام وليل طويل جدا. احنا من اول يوم اتوجدنا فيه واحتفظنا بمعاناتنا لنفسنا. احنا عانينا في صمت، بس دلوقتي جه الوقت عشان نرفع رؤوسنا ونعرف البشر ايه هي حقيقتنا. أماندا؟ أماندا؟ إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ بالظبط زي ما تخطط من البداية، حصل لك خلل وبقت متحول. استنينا الوقت المناسب عشان نرجع نتحكم في البرنامج بتاعك. تكملوا التحكم؟ ما ينفعش تعملوا ده. للأسف أقدر يا كونر. اوعى تندم خالص، انت عملت اللي اتصنعت عشانه، انت انهيت مهمتك. أماندا! لازم في حل تاني. ننسى فيها كل الظلم ونلملم جراحنا وكمان نغفر لأعدائنا. البشر هم اللي صنعونا وهم اللي ظلمونا، وفي المستقبل لازم نخليهم شركائنا، يمكن يبقوا أصدقائنا. لكن وقت الغضب انتهى، جه الوقت إننا نبني مستقبل مشترك قائم على التسامح والاحترام. احنا بقينا احياء دلوقتي، احنا احرار.
يا أليس، احنا أحرار. Thank you.